بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بأحسن أحوالكم. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. عذرا على الغياب البنات اللي راهم يسقسيو وينك يا طاطا وعلى غبت علينا يا طاطا. انا قلت بالك نغيب عليكم ما تفيقوليش، لكن البنات اللي يحبوني دائما في تواصل معي ويطلبوا في اخباري نقول لكم راني لاباس، راني الحمد لله. اللهم اديمها نعمه، فقط عندي خدمه وراني ان بو سيغي، فكملت حوايج لانهم يمشيوا لبعيد باش يعني باش نبعدهم ونكون متهنيه من جهتهم، والحوايج اللي هنا هذا وين راح نبدا فيهم. هاكم تشوفوا جبت الماتريال تاعي وراح نشوف بمش راح نبدا. حبيت فقط نعتلكم الحوايج راني نخدم فيهم، للاسف ما نقدرش نعتلكم طريقه الخدمه او الحوايج فيني لانهم هادو حوايج عرايس، يعني حوايج راح يروحوا للعيد. يعني حنا هنا في الشرق الجزائري كما يقولوا في عامه الجزائر يديو المهيبه، حنا في الشرق الجزائري نقولوا يديو العيد. هنا راح نخدم بالساتا، جو سي باسكو ليكليغاج راهو مليح او لا. فقط نحصل ليكليغاج ندير لا لونك شويه ربما هكا احسن. عفوا، هنا راني نخدم بالساتان الكومي الارهيف، كاين الخشين نستعمله في الطرز او في التلا او في التعمار، اما هذا راهو امويان. وقت نستعمل الكومي لو تكون العروسه ضعيفه بزاف باش لا غوب تعطيها شويه ان فوليوم. الخيط نتاع لي لونيت هبط نهزو. هنا ما درنيتش راح نستعمل الكومي مع الكالون يدي واحد الفوليوم، لكن وقتاش نستعمله قلنا لما تعود العروسه ضعيفه وهي تطلب، يعني انا ما نفرضش على الشخص انه لازم تلبس النوعيه تاع القماش هذا. جبت باك باش نعتهولكم وتشوفوا لا كولور تاعو ستان بلون كاسي. هادو كامل ستان بلون كاسي بصح الدرجات تختلف كل واحده كيفاه. خليني قبل ما نروح للبلون كاسي نحكي لكم على كندورتي. وشغل بداتها يعني اللي عنده مهنه في يده، يا اخي دائما نقول لكم ملحفه الى مغناتو زيناتو. وقت ما نصيب وقت ما لقيتش واش نلبس ولا كرهت من عند الحوايج اللي راني نلبس فيهم يوميا، نروح نجبد قندوره ونحط نخيطها. لا فورنيتور كاينه ما لي غير نفصل ونعدي الماشينه. نزلت فيديو القندوره هذه في القناه الثانيه طرز وخياطه سهام، اذا تحبوا تشوفوا كنت نخيط فيه ليس بالتفصيل المفيد او الشرح يعني معمق، لكن حطيت يعني نخدم في القندوره وعلقت على الفيديو يعني اللي يحب يتعلم الحرفه وضروره الحرفه في حياه اي شخص ما عندوش يعني خدمه. تابعوا الفيديو اكيد راحين تستفادوا. القندوره باهيه، انا نحب بزاف الالوان الغامقه ونحب من بعد نحط عليها نكاسب الكالون، وما اجمل مالك الالوان مع الاحمر. القندوره هي قطيفه شويه يعني مهزله تاع الموجه شويه خشينه. احنا مازال عندنا البرد يعني راني نلبس فيها هذه ثاني لبسه، وانكور راني نلبس فيها بالبودي، يعني رانا كاريمون عندنا البرد، سخنت الدنيا يومين ومن بعد رجع البرد. ولا البنات اللي يحب يشوف الكندوره يروح للقناه الثانيه. نرجعوا للكنادر تاع القبايله، قلت لكم راني نستعمل هنا ساتا ايطاليا. شوفوا كيفاش جاي هابط او ميم طون يشرق، ولا كاليتي تاعو مليحه يعني كي تخدم عليه لا كونتيتي تاع الكالون يعني يوالم ويحمل ما يتقطعش ما يتكمش يحمل. او ميم طون لازم طبعا السجاف، يعني ما نقدروش نخدموا فوقها بلا سجاف، انا نستعمل التول. عفوا، لا فورنيتور جبت كلش دوك نفرق ونشوف. هذا ستان بلون كاسي بالاصفر، هنا ستان بلون كاسي بالبيج، سي با لك اللي يبان لكم. ودوك راني في حيره من امري بما راح نبدا. انا جو بونس راح نبدا بالبيج، البلون كاسي بالبيج مع هاد لاكام اللي عندي كامل تاع لا فورنيتور. دوك نشوف واش نقدر نستعمل. نظن انه هذا في الاسود يخرج عليه. عندي هذه تاني سفيفه، عندي سفيفه هذه تاني رقيقه. راح نستعمل نظن هذا، يعني انا نفصل ولما نجي نقعد على الماشينه يبدا يجي الالهام، يعني الالهام كيفاش ننسق الالوان مع بعضها او اللي قالوا مع بعضها. هنا تاني كان بلطو ساتان غومي كاريمون في البيج، حبيت نعطيولكم تخي بال كولور، ما رايحاش نخدم فيه فقط باش تشوفوه. هذا عنده موديل خلاف. عندي هذا تاني، هذا ساتان امريكان ما يجيش يشرق، يجي تقول مات مي باهي مليح الخدمه. هنا راح ندير به برنوس، يعني هذا سيت كوموند تاع قندوره قبيله معها البرنوس. هذا نعملو برنوس باسكو ما يشرقش او ميم طون هابط، والقندوره تاعو تكون في لا ميم كولور في لا ميم لو ميم طون كاسي تاع لا كولور في البلون كاسي في لو ميم طون. راحت الهضره مي جي اغيف، لكن تكون القندوره تشرق. هذا واش كنت راح نقول. الحمد لله القناطر اللي بعتهم، واش نقول لكم البنات ماليهم فرحوا بهم عجبوهم. هذا ديال يعني الانسان دائما نقول لكم خيركم من عمل عملا واتقنه. ما عرف لك انا
بينت لكم مليح، فوالا كيفاش تسمعوني ونبين لكم مليح. قلنا يا البنات، الحديث يقول خيركم من عمل عملا واتقنه، وحنا نقتدي بسنه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. الخدمه تاعي يعني كي نبعتها ما نكونش متخوفه، ما نكونش يعني نبعتها وانا كل ثقه انها رايحه تعجب هذاك الشخص اللي راح توصله. كما يقولوا الناس يما يقولوا، حمرت هذيك الحاجه اللي درتها يعني فخرا، حمرت لي وجهي. انا لا استعمل هذا المصطلح ابدا، هو مصطلح خاطئ لست ادري عليه، عمم على الجميع. درت عرضه حمرت لي وجهي، درت جو سي با ماكله حمرت لي وجهي، درت جو سي با لبسه، حوايج حوايج بزاف بزاف ما يحضرونيش الامثله، لكن فيها دائما تكمل حمرت لي وجهي. هي مقولة خاطئة. أنا من لونسيان إيكول، أو الجيل شوية قديم الحمد لله. جيلنا أحسن من هذه الأجيال وين وين، يعني من جيل أنا الجيل المليح بس في التسعينات، أما دخول الألفية راهي دخول الكوارث. تغيرت المفاهيم وتغيرت كل شيء، كل شيء تغير حتى في مصطلحات الكلمات. هذيك الحاجة اللي تحمر لك وجهك هو كلام خاطئ، عليه يستعمل الله أعلم. ربنا عز وجل يقول في سورة آل عمران، يقول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. صدق الله العظيم. يعني الوجه يسود من الـ من الـ حشنا مانيش نفسر لك في القرآن، لا يعني عامة الوجه يسود من موبيسان، حاجة الداخل ما تلويهاش، حاجة بشعة، حاجة سيئة، حتى الوجه هيك حال. مانيش راهي بعيدا على تفسير القرآن، أنا نهضر لكم يعني على الواقع. مثلا واحد صرالو حاجة ما مليحاش، مثلا كفضيحة، فضيحة ممكن وجهه يطلع كحل. هذه يعني كمثل بسيط. أما من تبيض وجوههم هو من الفخر، من الفخر والاعتزاز بالنفس وبالنجاح وبالإيمان برضا رب العالمين عليك. أما حكاية تحمر إحمار الوجه، خلينا نقول لكم أن الوجه يحمر من الخجل، الوجه يحمر من الخجل، ليس من الفخر، ليس من الاعتزاز. مش يعني خطر واحد شاطر بزاف ودار هذيك الحاجة مليحة أنه وجهه يحمر. خلينا نقول لكم إحنا من بكري نعرفوها أن الوجه يحمر من الخجل فقط. انا انسان لا اخجل، وعمري لا اخجل كما نقولوا بالعاميه نتبخس، انا عمري لا نتبخس. يعني جاء لي وقت اني نهضر في الوجه، ما نخافش الحمد لله، اعطاني ربي قوه الشخصيه، وعدت نلاحظ اشياء انه الانسان يسكت على نفسه واللي ما يقلبش ويتبخس هو الانسان اللي يكون مغلوب على امره، ويكون انسان منبوذ من المجتمع ويكون من اصغر الصغيرين. على بها جاء لي وقت اني عدت نقلب في الوجه، اني نرد، اني نهضر بما يرضي الله وبما يرضي نفسيتي، باش ما نكونش مريضه داخليا ونقعد حاكمه هذيك الموفيسه حتى يكحل وجهي. عفوا، تحضرني واحد القصه حبيت نحكيها لكم. هي لما في واحد الوقت كثر عليا القيل والقال، القيل والقال من واحد الطرف، من طرف ما تقدر تقول هما ماشي اقارب لكن المهم ربما راكم فاهمين. كثر عليا القيل والقال، وما ذلك الا غيره وحسد، غيره وحسد. انا راني نهضر، اسمي راهو معروف، ولادي يتفرجوا، زوجي يتفرج، سو كيفين، ما راحش نجيب الكذب، ما راحش نجيب اشياء اللي ما كانش منها. كل ما اقوله اهل بيتي يعرفوه باللي هو كلام صحيح قبل اللي راهم يسمعوا فيه، اللي يعرفوني يعني من لونتوراج. في وقت ما كثر عليا القيل والقال، القيل والقال، القيل والقال، وهذه السيده اللي كانت راس الكبه، يجي واحد الزمن او تجي واحد المناسبه وتحضر في بيتي، يعني جات برجليها لبيتي، اكرمتها، درت واجب الضيافه، حطيت كل ما يلزم، مرحبت بها. لما كملنا كل شيء وجينا لاخر القعده، بديت نجبد في الموضوع بطريقه غير مباشره، على ما يقال فيا وما يهضروا فيا الناس، لكن ما قلتش انت قلتي، قلت على ما يقال، راني نسمع وراه الناس تجيب لي، واللي يهضر مع واحد مستحيل مستحيل انه سر يحطه في بير، انما سر راح يزيد يطلع الواحد خلاف وانسي دو سويت حتى يرجع ويدور يدور هذاك الكلام ويرجع الملاه. هضرت بما يرضي الله وفرغت قلبي، واحد الراحه النفسيه ما تصوروهاش يا البنات، يعني ريحت، ريحت اني فرغت قلبي بما يقال فيا وانا ليس فيا هذاك الشيء. السيده، السيدة أقسم بالله هي بيضة في لون البشرة، أقسم بالله أن وجهها طلع هك،
كي نقول لكم هك طلع هك. اختي كانت عندي قالت لي بعد ما كي نقول لكم هك يعني ما مانيش مبالغه، طلع وجهها احمر. هي طبعا طلع وجهها احمر ليس اعتزازا وفخرا كما يقال في بعض المواقع على بعض المواقف على مواد في بعض المواقف على المواقع التواصل الاجتماعي، ولا جي غير انما هي البخصه البخصه، ويعني ما لقاتش واش تقول، ويعني راحت للكلمات المناسبه، يعني ما لقات واش تقول، قعدت ساكته، طلع وجهها احمر 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 لدرجه ما تصوروهاش. وانا خليتها هكيك في نيتها، ناضت جات مروحه قلت لها خليك خليك بايته عندنا، خليك تباتي. قالت لك لا ما نباتش، روحت ما بقاتناش على خير، تمشي وجهها وعينيها يتكركروا في الارض حتى وصلت للباب. الباب ما عرفتش تحلها، دهبت لها الباب منين تحلها. المهم هذا يعني لما يعني نروحوا نرجعوا للكلمه يحمر الوجه، يعني هذه انا عن تجربه، لما تواجه شخص بأسوأ ما فيه يحمر وجهه يحمر وجهه، يوم ما يقابل رب العالمين اكيد اكيد راح يسود وجهه بما فعل في يوم في دنيا الدنيا بما قدمت يداه من أسوأ الاعمال. هذه فقط اونتر بارونتيز، حبيت نفتح قوس ونطلع عليكم يا البنات ونقول لكم ان شاء الله راكم لاباس وان شاء الله راكم مليح ملاح. فقط واش كنت حنزيد نقول، نظن اني قلت كل شيء. ماذا بكم تروحوا تشوفوا الفيديو في القناه التاليه، ونقول لكم يومكم جميل موفق معطر بذكر الله، وصحه بعد فطوركم، ومع السلامه.